السلام عليكم. دابا غادي ندويو على الالديهيد. بالنسبه للالديهيد غادي نبداو باول كار اللي هي في الشين لينيير. الالديهيد كنرمزو ليه بالسي او اش، والريبريزونطاسيون هي سي دوبل ليزون مع او ليزون مع اش. هذا راه كاين اللي كيغلط فيه، كاين اللي ما كيفرقش ما بينه وبين لاسيد. لاسيد راه هو سي او دو اش، يعني كيكون داير ليا رابطه مع او اش ماشي مع اش، متفقين؟ هذا كيتكتب على شكل سي او اش، الاخر كيتكتب على شكل سي او دو اش، متفقين؟ دابا ناخد واحد المثال. مثلا ملي كدوي على لاديت في الشين لينيير، هاد المثال هذا مثلا كيكون عندي واحد الكومبوزي اللي داير على شكل، نعاود هاد المثال باش يكون مبين اكثر، واضح اكثر، اللي هو سي دوبل ليزون او، هنا ليزون مع اش، هنا عندي دوبل ليزون، هنا عندي دوبل. هاد الكومبوزي راه هو نفسه. هذا قلنا ملي كيكون لاديت في اللينيير راه كيسالي بال، يعني هاد الفونكسيون هادي ديال لاديت ملي كتكون في الشين لينيير ديما كتسالي بال. واخا ناخدو مثال بالنسبه لهاد الكومبوزي هادي، الا بغيت نسميه شنو غادي ندير؟ غنحدد اول حاجه السلسله الرئيسيه، يعني ناخذ لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الجروب مون فونكسيون، ها هو الجروب مون فونكسيون اللي عندي. من بعد لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون، ها هما لي زانساتوراسيون اللي عندي اللي هما لي دوبلي، دونك هادي هي الشين برينسيبال. فهم تال هنا حددت السلسله الرئيسيه. دابا غنمشي لي زانديس. لانديس لو بلي با او جروب مون فونكسيونيل، شافرين لانديس لو بلي با او جروب مون فونكسيون، ها هو الجروب مون فونكسيونيل هو هذا. كتقول لي القاعده خاصو ياخذ اصغر حد، ها هو. دابا مادام هذا خاد واحد وما عنديش اختيارات، عندي غا طريق واحده، دونك راه اوتوماتيكمون الترقيم غادي يكون من هاد الجهه، دونك غيكون هذا جوج، هاد الدوبلي غادي تاخد جوج، ثلاثه، وغادي تاخد ربعه، هنايا خمسه، سته. دونك الا بغيت نسمي هذا شنو غادي نسمي؟ شحال فيه من كربون؟ سته. دونك غادي تسمى هيكس، ما كنديرش هيكسان. علاش؟ حيت دابا عندي الدوبل، فين ما كتكون عندي الدوبل ولا التريبلي ديك، فين ما كتكون عندي ان ولا ان ديك ان كتلغى، يعني الاركان ما كتبقاش تكتبو. دونك غادي نجي غادي نكتب هيكس، شافقين؟ وغنجي هنا وغادي ندير تيري. شنو هما لي زانديز ديال الدوبل؟ جوج و ربعة، دونك غادي ندير جوج فيغيل كاتر، ونجي هنا وغادي نكتب دي ان، شافقين؟ واخا وندير هنا تيري. لاحظ هنا قبل ما ندوز من هنا، شنو عندي هنا؟ عندي جوج ديال لي دوبلي. فين ما كيكون عندك جوج ديال الدوبل ولا كتر، كتجي هنا كتزيد ا، كدير هيكسا، شافقين؟ امتى كديرها؟ تا كتكون عندك جوج ديال لي دوبلي ولا كتر. الا كانت غير وحده ما كديرهاش، ولكن ملي كيكون عندك جوج ولا ثلاثه، يعني عندك دي ولا تري ولا تيترا، كدير هنايا كتزيد ا، شافقين؟ عطاني لانديز ديال هاد لالديهيد شحال خاد؟ واحد، دونك واحد ا. هذا هو الاسم ديال هاد الفونكسيون. دابا ناخدو كا تاني، ناخدو الكا دو بالنسبه للشين اللي هي اش، درنا اللينيير. دابا غادي ندويو عليه الا كان في شين سيكليك، مزيان. انا ندويو على سي او اش الا كان في شين سيكليك. ناخذ هذا المثال هذا. بالنسبه ملي كيكون عندي لالديهيد في شين سيكليك، كتسالي كدير لانديز ديال لالديهيد وكتسالي بكاربال ديهيد، كاربال ديهيد، متفقين؟ هذا هو الاسم ديالاش، يعني كتكتب دوك لي سيبستيتيون ديك شين برينسيبال اللي عندك، وكتسالي بالسيفيكس ديال هاد الفون الجروب مون فونكسيونيل اللي هو كاربان دي هي. واخا نبداو ناخد واحد المثال ونطبقو فيه هاد القاعده اللي قلنا دابا. سي او اش الا بغيت دابا انا نسمي هاد الكومبوزي هذا، شنو غادي ندير؟ غناخد لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الجروب مون فونكسيون، ها هو الجروب مون فونكسيون اللي عندي. من بعد لاشين برينسيبال اللي فيها لي زان ساتوراسيون، ما عنديش لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون، هي هادي. دونك هذا غادي يكون جدر وهذا غادي يكون جدر. دابا غنمشي للترقيم. لانديس دو بلي با او جروب مون فونكسيون، ها هو الجروب مون فونكسيون، ها هو الكربون اللي داخل في السيكل ولي مع الجروب مون فونكسيون. دونك غنجي هنا غنعطي اصغر رقم اللي هو واحد. دابا بقى لي الترتيب، نكمل. لاندي سو بلي با و ليزون ميوتيب، ما عنديش دوبل و تريبل باش نهضر هنايا على ليزون ميوتيب. لاندي سو بلي با و دوبل ليزون، حتى دوبل ليزون ما عنديش. لاندي سو بلي با و سيبستيتيون، دونك قالت لك بلي خاص ياخد اصغر حد بالنسبه للجذور. واخا عندي هاد الجدر هذا، الا بديت من هنا هاد الجدر غادي ياخد جوج، والا بديت من هنا هاد الجدر غادي ياخد ثلاثه. وانا شنو كتقول القاعده؟ خاص الجدر ياخد اصغر حد، دونك الترقيم غادي يكون من هاد الجهه. هذا غادي ياخد جوج، ثلاثه، ربعه، خمسه، سته. دونك هاد الجذور شحال خادو؟ عندي جوج ديال الجذور اللي هما جوج اللي خادو كلورو، شافقين؟ او خمسة خادا بغومو، مزيان.
دابا في التسمية ملي نبغي نسميهم خاصني عاوتاني كلاسيهم على حساب الاوردر الفابيتيك ديالهم، يعني اللي غادي يكون الاول في التسمية هو اللي غادي يكون سابق في الاوردر الفابيتيك. عندي هنا بروم، دونك غادي نجي غادي ندير 5 ونكتب الحرف الاول ماجيسكي بروم. سيبسيسيون تاني هو كلورو، دونك غادي نجي غادي ندير جوج كلورو مينيسكي الحرف الاول بوحدو اللي غادي يكون ماجيسكي. من بعد شنو غادي ندير؟ غنكمل الشين برينسيبال. شنو عندي هنا؟ سيكلو اش سيكلو هيكسان، دونك غنكتبها سيكلو هيكسان. كندير سيكلو هيكسان بلا ما تكتب شحال عندك لانديز ديال هاد الالديهيد. واحد الا كان عندك واحد بلا ما تكتب عليه ديريكت سيكلو هيكسان وتجي هنا وتكتب كاربالديهيد. هذا هو الاسم ديال هاد الكومبوزي، 5 برومو جوج كلورو سيكلو هيكسان كاربالديهيد. متافقين؟ دابا بقات ليا الحالة الأخرى، هي ملي كيكون جدر، يعني غادي ندير كاتخوا. بالنسبة لهذا ملي كيكون عبارة عن بريفيكس، يعني عبارة عن سيبستيتيون، شنو كيتسمى؟ كيتسمى فورمول. متافقين؟ يعني الألديهيد ملي كيكون عبارة عن جدر كيتسمى فورمول. واخا ناخدو هاد المثال، عندي هنا سي ان وهنا عندي سي او اش. لاحظ عندي هنا النيتريل وعندي الالديهيد، وانا في الكلاس مش كل اللي سابق، راه النيتريل كبر من الالديهيد، دونك هذا غادي يكون بريفيكس. شافخين ديما اللي كيكون صغير في الدرجه واللي كيكون سيبسيسيون، اللي كيكون فيهم الكبير في الدرجه في الكلاس، يعني اللي سابق فيهم في الكلاس هو اللي كيكون في الشين برينسيبال، واللي صغر منهم كلهم كيكونوا دي سيبسيسيون. في هذه الحاله الا قارنت ما بين نيتريل والالديهيد، نيتريل سابق الالديهيد، دونك نيتريل هو اللي غادي يكون في الشين برينسيبال. من بعد لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لي زانساتوراسيون ما عنديش، عندي لاتوم ديال الكربون، دونك ناخذ لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لاتوم ديال الكربون، وهذا غادي يكون سيبسيسيون. دابا غنمشي للترقيم، لانديس لو بلي با و غروبمون فونكسيون. ها هو الغروبمون فونكسيون، ها هو الكربون اللي لي مع الشين سيكليك ومع الفونكسيون في نفس الوقت، دونك غناخد ها هو لانديس لو بلي با. من بعد لانديس لو بلي با و ليزون ميتيب ما عنديش، لانديس لو بلي با او دوبل ليازون ما عنديش، لاندي سو بلي بو سيبسيسيون. الا بديت الترقيم من هنا هاد السيبسيسيون غادي ياخد 3، و الا بديت من هنا هذا غادي يجي فيه 5. و شنو كتقول القاعده؟ خاصو ياخد اصغر حد، دونك الترقيم غادي يبدا من هاد الجهه 2 3 4 5 6. دونك الاسم ديال هاد المركب شنو غادي يكون؟ شحال من سيبسيسيون عندي؟ عندي واحد، دونك غادي يكون هنا هو 3 اش 3 الحرف الاول ديما كيكون ماجيسكيل فورمول. شافخين ونكمل، هذا شنو كيتسمى؟ سيكلو اش كيتسمى سيكلو هيكسان كاربون نيتريل. شافخين علاش درت كاربون نيتريل وما كتبتش نيتريل؟ حيت النيتريل في هذه الحاله كاين في الشين سيكليك، داكشي علاش كيسالي كاربون نيتريل. وعلاش ما كتبتش هنايا ملي كيكون عندك واحد؟ سواء كتبتي ولا ما كتبتيش بجوج مره صحاح. شافخين هادشي اللي كاين بالنسبه للالديهيد. دابا غادي ندوزو لفونكسيون اخرى، غادي ندوب على السيتون. دابا غادي ندوب الحالة الثانية، غادي ندوب على السيتون. بالنسبة للسيتون هو هذا سي دوبل ليزون او، كيكون داير ليا رابطة مع ار. متافقين؟ هذا هو السيتون، ما كيكونش داير الفرق ما بينه وما بين الالديهيد، ان الالديهيد هو سي او اش، هذا هو سي او ار. متافقين؟ عاوتاني راه كاين اللي كيغلط ما بين كيف ما كيفرقش ما بينه وبين الاستر، الاستر راه سي او دو ار، هذا راه سي او ار. متافقين؟ واخا عطاني نبداو بالكا ان، ملي غادي يكون عندي في شين لينيا بالنسبة لهذا في غا شين لينيا صافي، و ملي كيكون سيبسيتيون مفيش شين سيكليك. نبداو بالكا ان ملي كيكون عندي في شين لينيا، ناخدو مثلا هاد المثال. هذا هو السيتون، لاحظ هنا داير به ار و هنا داير به ار، يعني هنا كاين ار بريم و هنا ار، يعني داير به كربون وهيدروجين، حتى من هاد الجهه داير به كربون وهيدروجين. هذا هو الجروب مو فونكسيونيل اللي كيتسمى اش، اللي كيتسمى سيتون. دونك هذا هو السيتون ديالي. من بعد شنو غادي ناخذ؟ ناخذ لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الجروب مو فونكسيونيل اللي هو هذا، لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الزانساتوراسيون ما عنديش، لاشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. هاي مزيان، دابا غنبدا في الترقيم. لانديس دو بلي با و غروبمون فونكسيونيل، ها هو الغروبمون فونكسيونيل. الا بديت من هاد الجهه هذا، الا عطيت لهاد الكربون واحد هذا غادي ياخد جوج، دونك هاد الغروبمون فونكسيونيل غادي ياخد جوج. و الا بديت الترقيم من هاد الجهه هذا ياخد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هاد الكربون ديال هاد الغروبمون فونكسيونيل شحال غادي يجي فيه؟ ستة.
دونك هنا الساونا شنو كتقول القاعده لاندي سو بلي با او جروب مو فونكسيون دونك هنا الجهه هذه كنلغيها وغيبدا الترقيم من هذه الجهه دونك يكون عندي هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دونك شنو غادي يتسمى هذا ديما السيطون ملي كيكون عندي في الشين لينيا كدير لانديز ديال السيطون شحال جا وكتسالي بأون ملي كيكون في الشين لينيا متفقين و حتى ملي كيكون في الشين سيكليك حتى في الشين سيكليك كيسالي بأون ما فيش سوا كنتي خدام في شين سيكليك ولا شين لينيا عنده نفس اللاحق باش كيسالي دونك غادي نبداو هنا شنو غادي ندير غادي ندير مثلا سميت الكومبوزيت شحال فيه من كربون فيه سبعة دونك شنو كيتسمى اللي فيه سبعة هيبطان دونك غادي ندير هيبطان هيبطان وندير تيري شحال جا لانديز ديال الفونكسيون جوج ها هو لانديز ديال الفونكسيون هو جوج دونك غادي ندير جوج اون دونك هيبطان اون هذا هو الاسم ديال هاد الكومبوزي هذا دونك سيتون كيتسمى بهاد الطريقة هاد واخا ناخدو مثال ملي كيكون مثلا في شين سيكليك راه غادي تبقى نفس السمية شاف شين سيكليك ها غير الفرق ما بين شين لينير وشين سيكليك شين سيكليك كتبدا الترقيم من الكربون اللي لاصق فيه هنا لا انا خاصو ضروري ياخد اصغر حد الا بديتي من اليمين شوف شحال جا فيه ومن اليسار شحال جا فيه والبلاصه اللي غادي يجي فيها اصغر حد بدا منها الترقيم هنا لا هنا كتفرض عليك لان دي سو بلي با جروب اون فونكسيون ها هو الجروب اون فونكسيون كتبدا من هنا واحد دونك هنا ما عندك لا جذور لا ورد دونك من ما كملتي الترقيم جوج ثلاثه اربعه خمسه سته دونك شنو غادي يتسمى هذا الكومبوزي هذا شنو هو هذا اللي فيه سيكلو ياك دونك غادي تسمى هو سيكلو اش سيكلو هيكسان وندير تيري ونكتب هنايا واحد اون شنو كتلاحظ سوا كنتي خدام في شين لينيير ولا في شين سيكليك راه فحال فحال ديما كيسالي بنفس الحاجه متفقين ما فيش حاله دابا غادي ندو الى كان عباره عن جذر كات تانية الى كان بريفيكس هانتوما تبعو معايا ملي كيكون بريفيكس سيتون كي سالي بأوكسو تسمى أوكسو أنا أعطيكم ميتشا شان عندي هاد السيكل هاد وهنايا عندي سي أو أش شافقين وهنايا عندي سي أو دو أش إلا بغيت نعطيكم هاد الاسم ديال شكون هو الجروب مو فونكسيون اللي اللول في الكلاسمون هذا هو لاسي ديال دونك هاد السيتون غادي يكون جدر وهذا غادي يكون جدر صافي غير كتحدد شكون اللي كبير المباقي بجوجهم كيكونوا جذور هذا شنو كيتسمى لالديهيد يلا درنا الا كان جدر شنو كيتسمى كيتسمى فورميل شافين وهذا شنو كيتسمى سيتون اللي كيكون جدر شنو كيتسمى اوكسون دابا غادي نمشي قبل نطبق القواعد ديال النوموكلاسيو كناخد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الجروب مو فونكسيون ها هو اللي كيكونوا كوريسبوندون ولا ايدونتيك بحال بحال من بعد شنو كناخد لا شين برينسيبال اللي فيها لي زانساتوراسيون ما عنديش لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون دونك هي هادي دونك هذا غادي يكون جدر وهذا غادي يكون جدر دابا غنمشي للترقيم لانديس دو بلي با او جروب مو فونكسيون ها هو الجروب مو فونكسيون وها هو الكربون اللي داخل في السيكل واللي مع الجروب مو فونكسيون شنو كتقول لي القاعده لانديس دو بلي با او جروب مو فونكسيون دونك غنجي هنا غنعطي هذا واحد من بعد غيبقى لي الترقيم الا بديت من هنا شنو غادي ندير لانديس دو بلي با وليزون ميتيب ما عنديش لانديس دو بلي با ودوبل ليزون ما عنديش لانديس دو بلي با وسيبستيتيون غنمشي الشرط السادس اللي كيقول لي لاندي سو بلي با و سيبستيتيون الا بديت من هنا هذا غادي ياخذ ثلاثة و الا بديت من هنا هذا غادي ياخذ ثلاثة دونك في هذه الحاله عطاتني جوج ديال الاختيارات سواء بديتي من هاد الجهه هاد اوكسو راه غادي ياخذ ثلاثة اوكسو شافقين و الا بديتي من هاد الجهه هذا راه غادي ياخذ ثلاثة فورميل شافقين وانا شنو كتقول لي القاعده ملي كطيح في جوج ديال الاختيارات اللي بحال بحال كتجي الشرط ديما كدوز ملي كتلقى واحد الشرط عطاك جوج ديال الاختيارات راه اللي غادي يحل لك المشكل هو الشرط اللي كيجي من وراه الشرط الاخر اللي كيجي من القاعده ديال لاندي سو بلي باو سيبسيسيون هي انك تقول لك كتعطي الحد الادنى للجذر يعني لاندي سو بلي باو سيبسيسيون ولكن في نفس الوقت كتكلاسيهم على حساب الاوردر الفابيتيك دونك في هادو شكون اللي سابق في الاوردر الفابيتيك اللي غادي يكون سابق في الاوردر الفابيتيك هو اللي غادي ياخذ اصغر حد هذا بادي بأو هذا بأف أو أف سابقة أو في الأوردر الفابيتيك دونك الترقيم غادي يكون من هاد الجهة جوج ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة دونك أوكسو غادي ياخد خمسة والآخر ثلاثة إلا بغيت نعطي الاسم ديال هاد المركب شنو غادي تكون الاسم ديالو هو أش عندي أسيد دونك كنبدا بأسيد هاو أسيد ديما ما كندير لا تيري لا والو قدام لاسيد كنجي ديريكت نكتب النيميروطاسيون ديال السيبسيسيون اللي غادي يكون سابق فورمي سابق اوكس اوف اوردر الفابيتيك دونك هو باش غادي نبدا هنا دونك غيكون عندي ثلاثة باش كندير تيري والحرف الاول بوحدو ديال لاسيد اللي كيكون ماجيسكي فورميل من بعد شنو غادي ندير غندير تيري ونكتب اش خمسة
Oxo. On dit le chaîne principale est cyclo-H, cyclohexane, carboxylique. Elle est chère carboxylique, n'est-ce pas l'acide ou madrechouic, et l'acide qui est chaîne cyclique. Comme qui est chaîne cyclique, qui c'est le carboxylique. D'abord, on dit le groupe fonctionnel, il est alcool. Les OH. شافكين الكول بالنسبة للالكول اللي هو او اش غنبداو بالكا ملي كيكون سوا في شين لينيير ولا في شين سيكليك يعني في لي شين بجوج ملي كيكون في شين برانسيبال سوا في شين لينيير سوا في لينيير ولا ملي كيكون في سيكل شافكين راه بجوجهم كيسالي بأول أول سواء كان في لينيير ولا كان في سيكل وإلا كان بريفيكس إذا كان سيبستيتيون راه كيتسمى هيدروكسي شافين واخ بدوبل كا هذا هو لالكو واخ شنو كتقول لي القاعده خصني ناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مو فونكسيونيل ها هو الجروب مو فونكسيونيل اللي عندي هو الكول من بعد شنو غادي ناخذ ناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زان ساتوراسيون ما عنديش ناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديالاش ديال الدوبل اللي ديال لاتوم ديال الكربون شافين يعني لا شين برينسيبال كتكون فيها لو بلو غون نومبر داتوم دو كربون دونك هادي هي الشين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لاتوم ديال الكربون دابا حددت الشين برينسيبال من بعد شنو غادي ندير خاصني ناخذ السلسله الرئيسيه ناخذ لانديس لو بلي با او جروب مون فونكسيونيل واخا الا بديت الترقيم من هاد الجهه الكربون غادي ياخذ واحد هذا جوج ثلاثه اربعه خمسه دونك الفونكسيون خاطر خمسه الا بديت الترقيم من هاد الجهه غادي ياخذ واحد جوج ثلاثه اربعه دونك الفونكسيون خاطر اربعه وانا شنو كتقول القاعده لانديس لو بلي با او جروب مون فونكسيونيل دونك الترقيم غادي يكون من هاد الجهه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة ثمانية واخا تكون عندي الدوبل ولا يكون عندي لي سيبسيسيون راه الأولوية للجروب مون فونكسيونيل حيت هو اللي عنده هو الأول واش هو الأول اللي عنده الأولوية مقارنة بلي دوبلي ولا لي سيبسيسيون متافقين واخا دابا غادي نمشي غادي نعطي الاسم ديال هذا المركب هذا شحال فيه من كربون فيه ثمانية دونك كيتسمى أوكت أوكتان وندير تيري شحال جا في الفونكسيون جا فيها ربعة دونك غادي نجي هنا غادي نكتب ربعة وباش كتسالي بأول دونك غادي نجي هنا وغادي ندير أول واخا ناخد دابا مثلا كاتشاني إلا كان في شين سيكليك ها مي عندي أو أش شنو كتقولي القاعدة لانديس لو بلي با او جروب مون فونكسيونيل ولا اول حاجه لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مون فونكسيونيل هاو لا شين برينسيبال اللي فيها لي زان ساتوراسيون ما عنديش لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لاتوم ديال الكربون دونك هي هادي من بعد لانديس لو بلي با وجروب مون فونكسيون ها هو الجروب مون فونكسيوني ها هو الكربون اللي داخل في السيكل اللي مع الجروب مون فونكسيون دونك هو اللي غنبدا منه الترقيم غادي يجي هنا وغادي نكتب واحد متفقين في اللينيير ماشي بحال السيكليك السيكليك الكربون اللي كيكون لي معاه هو منين كتبدا في اللينيير لا في الالكول ولا السيتون في حالات كتبدا يعني كتشوف الحد شوف من اين جهه بديتي من سو بديتي من اليمين ولا بديتي من اليسار شوف البلاصه اللي غادي تبدا منها وغادي ياخذ هذا الكربون اللي لاصق في هذه الفونكسيون خاصو ياخذ اصغر حد هنا لا من المفروض انك ملي كتكون خدام في السيكل خاص ضروري سواء كنتي خدام في السيتون ولا في الالكول هذا الكربون اللي كيكون لي مع الفونكسيون هو اللي تبدا منه الترقيم دونك غيكون واحد هنا ما عندي لا سيبسيسيون لا والو دونك منين ما كملت راه صحيح جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة دونك هذا شنو غادي يكون الاسم ديالو هو سيكلو اش سيكلو هيكسان وندير تيري ونكتب واحد اول سيكلو هيكسان اول شافقين هذا هو الاسم ديال هذا المركب دابا غادي ندوي عليه اذا كان عبارة عن اش عن جدر هاو هنا عندي او اش هنا عندي السيتون وشكون اللي سابق السيتون سابق الالكول دونك هذا غادي يكون سيبسيسيون دونك الشين برينسيبال كناخد لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مو فونكسيونيل ها هو من بعد لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لي سان ساتوراسيون ما عنديش لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون دونك هو هذا غادي يكون جدر دابا غنمشيو لليزانديس لانديس لو بلي با وجروب مو فونكسيون ها هو الكربون ديال الجروب مو فونكسيون غادي غنعطيه واحد من بعد لانديس لو بلي با وليزون موتيب ما عنديش لانديس لو بلي با دوبل ليزون ما عنديش
لان دي سو بلي با و سيب ستيتيون. هذا هو الجدر. الا بديت من هنا الجدر غادي ياخذ 6، ولا بديت من هذا الجدر غادي ياخذ 2. دونك انا شنو كتقول لي القاعده؟ راه كتقول لي هذا الشرط ديال هذه القاعده كيقول لي لان دي سو بلي با و سيب ستيتيون. دونك غنبدا الترقيم من هذه الجهه، دونك ياخذ هذا 2 3 4 5 6. دونك شنو سميت هذا؟ هو اول حاجه غنبدا بالسيبستيتيون هو الاول. شحال لان دي زيرو؟ 2 2. لا الكره شنو كيتسمى ملي كيكون عباره عن جدر؟ هيدروكسي. دونك غادي يتسمى هنا هيدروكسي، هيدروكسي سيكلو هيكسان تيري واحد اون هيكسانون، يعني جوج هيدروكسي سيكلو هيكسانون. هذا هو الاسم ديال هاد لي كروبمون هذا. دابا غادي ندوي على اخر حاجه واللي قبل من الاخر اللي هو لامين. بالنسبه لهاد الكروبمون فونكسيونيل اللي هو لامين، راه كاين لاميد وكاين لامين. لامين راه هو ان اش دو شافخين، ولاميد راه هو سي او ان اش دو. فرقوا بيناتهم. نبداو بالنسبه لهذا، سواء كان في الشين لينيغ ولا في الشين سيكليك راه فحال فحال، ديما كيتسمى الكيل امين. ديما هذا كيتسمى على هذا الشكل اللي كيكون لاصق فيه، ديما كيتسمى الكيل امين. انا نوريكم كيفاش. ديما كتسالي بامين، والا كان هادي الا كان ديما الا كان عباره عن سيفيكس، سواء كان في الشين لينيغ ولا في الشين سيكليك ديما كيسالي بهذه الطريقه هادي. والا كان بريفيكس يعني سيبستيتيون كيتسمى امينو. واخ حنا ناخذ امثله باش نفهموا اكثر. ناخذ مثلا اذا كان في السيكل، لا هذا الا بغيت نسميه شنو غادي ندير؟ اول حاجه غناخذ لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مو فونكسيونيل، هاي. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زون ساتوراسيون، ما عنديش لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لاطوم ديال الكربون، هو هذا. دابا ساليت من الشين برينسيبال، اش غادي يمشي؟ غادي يمشي غادي يدير لاندي سوبلي بو جروب مو فونكسيون. ها هو الكربون اللي لي مع الجروب مو فونكسيون، دونك غادي غير ياخذ واحد مادام ما عندي لا سيبستيتيون لا والو. دونك اوتوماتيكمون نكمل الترقيم من ما عجبني، سواء من هنا ولا من هنا، حيت ما عندي هنا لا جدر لا شي حاجه اللي كيفرض عليا الطريق منين نبدا. دونك 2 3 4 5 6. لاحظ ملي كنتي كتخدم في لي جروب مو فونكسيون اللي قبل كنتي ديما كتكتب الكان ولا ارسان ولا ارسين. هنايا وفي ما تكون خدام في امين ضروري ما تسالي بيال، حيد ديك ان ولا ان ولا ين، ما كتبقاش تخدم بها، ديما كتسالي بيال. يعني الا كانت عندك دوبليزون غتسمى انيل، كانت عندك تريبل يانيل، كان عندك لالكان غيتسالي بيال الكيل. في هاد الحالة عندي الكان، دونك غادي نسالي هاد الغاديكال هذا هو اريك، غادي يتسمى سيكلو هيكسيل ماشي سيكلو هيكسان. دونك غادي ندير هنايا اش، حيت عندي الطريقة ديال لامين كتخدم بهاد الطريقة هادي كيرجع كلشي الكيل، دونك غادي يتسمى هو اش حافلو الماجيسكيل، دونك غادي يكون سيكلو. انا كنكتب هيكسان ولكن في هاد الحاله ما نكتبش هيكسان، علاش؟ حيت خدام في لامين غادي تكتب الكيل، دونك هيكسيل سيكلو هيكسيل امين. شافين هذا هو الاسم ديال هاد المركب هذا. واخا دابا ناخذ مثلا، خدينا مثال ملي كيكون في شين، قلنا راه فحال فحال، غتعامل مع سوا شين لينيغ ولا شين سيكليك ديما كتسالي بيال، يعني ما عمرك ما غادي تكتب هيكسان. ناخذ مثال في شين لينيغ مثلا، وبالنسبة للامين ديما الكربون، هانتوما عقلوا على ديما الكربون اللي كيكون لي مع لامين ياك هو اللي خاصو ياخد اصغر حد. يعني هذا ديما هو اللي خاصو ياخد ملي تبغي دير ليه لي زانديس، هو اللي خاصو ياخد اصغر حد. وديما كتاخد مثلا انت بالنسبه للامين هنا كاينه هاد الطريقه هادي وكاينه هاد الطريقه، كتاخد مثلا في القواعد ديال النومونكلاتور اول حاجه كتاخد لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مو فونكسيونيل، ها هو حددت لي جروب مو فونكسيون. من بعد لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال لي زان ساتوراسيون، ما عنديش لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. ده بالنسبه لهاد لامين عنده هاد الطريقه هذا وعنده هاد الطريقه. هاد الطريقه دي شحال فيها من كربون؟ فيها واحد جوج 3 4 5، فيها 5 ديال لي كاربون. وهاد الطريقه هادي شحال فيها؟ فيها كاربون واحد ولا فيها جوج ديال لي كاربون؟ واحد جوج. دونك كناخد انا اللي فيها اكبر عدد ديال لي كاربون هي هاد. دونك هادي هي الشين برينسيبال، شافقين هذا غادي يكون جدر. وتبع معاه شنو غادي يتسمى هذا الكربون؟ هذا هو اللي كياخد اصغر انديس، يعني لي زانديس لانديس لو بلي با او جروب مو فونكسيونيل. ها هو الكربون اللي لي مع الجروب مو فونكسيون هو اللي غادي ياخد واحد. الترقيم راه مادام ما عندي لا سيبستيتيون لا والو من هاد الجهه، دونك غيبدا الترقيم من هاد الجهه هذا. جوج 3 4 5
تبع معايا كيفاش غادي يتسمى هذا. كلشي كيرجعو يال، شنو عندي؟ عندي جذر واحد اللي هو اش، شحال جا في واحد، دونك غيكون عندي واحد اش، شحال فيه من الكربون هذا؟ واحد. شكون هو اللي فيه كربون؟ واحد هو الميثيل ياك، دونك غادي يتسمى ميثيل. وتبع معايا نكتب ميثيل، شحال كاين من الكربون هنا؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. شكون هو اللي فيه خمسة؟ هو بنتيل. دونك غادي ندير، ما غنديرش بنتان، غندير بنتيل. كلشي كيرجع الكيل بنتيل. وشحال جا في لانديس؟ واحد ياك. دونك مادام عندي بنتيل غادي ندير بنتيل لامين، بلا ما نكتب كاع ديك الواحد، حيت اصلا لامين ديما غادي يجي فيه واحد. متفقين؟ هادي هي الطريقه باش كيتخدم في الشين لينيير. ناخدو مثال اخر في الشين لينيير باش تفهمو اكثر بالنسبه للامين. تتبع معاك. بغيت نحدد الاسم ديال هذا المركب هذا، شنو غادي ندير؟ غناخد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروبمون فونكسيونيل، ها هو الجروبمون فونكسيونيل اللي عندي. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زان ساتوراسيون، ها متفقين؟ دونك هذا غادي يكون سيبستيتيو، واضح؟ دابا شنو غادي ندير؟ غناخد لا شين برينسيبال، غناخد لانديس لو بلي با وجروبمون فونكسيونيل، ها هو الكربون، راه هذا اللي كترقم، ما كترقمش لامين. هذا الكربون اللي كاين هنا اللي لاصق في لامين، متفقين؟ غادي نجي هنا غادي نعطي هذا واحد، جوج، ثلاثة. دونك هذا شحال فيه من كربون؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. شنو هو السيبستيتيو اللي فيه ربعة ديال لي كربون؟ هو البيوتيل. دونك غيكون عندي هو واحد تيري الحرف الأول ماجيسكيل بيوتيل. رد البال، شنو غادي ندير؟ هادي شحال فيها من كربون؟ فيها ثلاثة. دونك شنو اللي فيه ثلاثة؟ هو بروب. علاش غادي ندير بروب؟ حيت عندي هنا الدوبلي، وغادي ندير تيري، والدوبلي شحال خاد؟ جوج. دونك غادي تكون جوج. شوف ما غنديرش ان، غندير انيل. علاش؟ راه كلشي كنرجعو الكيل انيل واحد امين. دونك غندير ديريك بلا ما نكتب ديك واحد، غنجي ديريك نكتب اني لامين. هذا هو الاسم ديال هاد الكومبوزي هاد، متفقين؟ دابا غادي ندوي على لامين اذا كان عبارة عن جدر. خارقة، قلنا لامين اذا كان جدر كيتسمى امين. وهاو عندي هنا ان اش دو، هنا عندي سي ان، هنا عندي لالكو سيتون، هنا عندي مثلا عندي سي او دو اش. واخا تبع معايا، شحال من فونكسيون عندي هنا؟ عندي ربعة ديال لي فونكسيون. تبع معايا، شكون هي الاولى في الكلاسمون؟ هي لاسيد. دونك مادام لاسيد هو الاول، هذا راه غادي يكون جدر، وهذا تا هو غادي يكون جدر، وهذا تا هو غادي يكون جدر. مزيان، واخا تبع معايا. دابا غادي نمشي، شنو غادي ندير؟ حددت الجروب مون فونكسيونيل، حددت الشين برينسيبال، لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي جروب مون فونكسيونيل، ها هو الجروب مون فونكسيون. من بعد لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال لي زان ساتوراسيون، ما عنديش لا شين برينسيبال اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. دونك هادي هي السلسله الرئيسيه، شافقين؟ هادشي كامل غادي يكون عباره عن سيبستيتيون. دابا غادي نمشي للحد، يعني لانديس دو بلي با او جروب مون فونكسيون، ها هو الجروب مون فونكسيون، ها هو الكربون اللي داخل في السيكل واللي مع الجروب مون فونكسيون. غنبدا منه الترقيم، غنعطيه واحد. ساليت، عطيت الحد الادنى للجروب مون فونكسيونيل. ماشي الشرط اللي كيجي من وراه، لانديس دو بلي با وليزون ميوتيب ما عنديش، لانديس دو بلي با ودوبل ليزون ما عنديش، هنا الدوبل ليزون دونك ما نهضرش عليها. لانديس دو بلي با وسيبستيتيون، وتبع معايا. هنا عندي هاد الجذور، الا بديت من هاد الجهه هذا غادي ياخد شحال؟ ثلاثه. وهذا شنو كيتسمى؟ سيانو، شافقين؟ وإلا بديت من هاد الجهة هذا غادي ياخد ثلاثة، ولكن هذا شنو كيتسمى؟ أوكسون. ورد البال، هذا بادي بالسي وهذا بادي بأو، وطاح فيهم نفس لانديس، ثلاثة ثلاثة. مادام طحت في هاد الإشكال هذا غادي نشوف شكون اللي سابق في الأوردر الألفابيتيك هو اللي غادي ياخد ثلاثة. السي سابقة أو، دونك من الترقيم غادي يبدا من هاد الجهة، غادي يكون عندي هنايا جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. دونك لي سيبستيتيون اللي عندي هما أش، عندي ثلاثة سيانو، وعندي أربعة امينو، وعندي خمسة اوكسو. شافقين؟ وتبع معايا مزيان. دابا غنمشي نحط النومونكلاتور ديال هاد الكومبوزي. انا خدام في لاسيد، دونك ديما كنبدا بلاسيد، بريفيكس ديال لاسيد هو الاول كنكتبو. من بعد شنو غادي ندير؟ ما نحط لا تيري لا والو قدام لاسيد، حتى كندير نيميغوتاس. عندي ثلاثه ديال لي سيبسي، شكون اللي سابق في الاوردر الالفابيتيك؟ هو لامين، هو اللي بادي بقى، دونك هو اللي غادي يكون الاول. هنا غادي نكتب ربعه عاد باش ندير تيري، هنا غادي ندير امين، الحرف الاول ديال لاسيد بوحدو اللي كيكون ماجيسكيل، وغندير عاوتاني تيري. مادام امينو حيت بقى ليا اوكسو، بقى ليا سيانو. شكون اللي سابق في هادو؟ سيانو. دونك غادي ندير ثلاثه سيانو، وغندير تيري عاوتاني،
قالي اوكسو، غادي ندير خمسة اوكسو ونكتب الشين برانسيبال ديالي اللي هي سيكلو اش، سيكلو هيكسان، عندي ستة ديال الكربون دونك سيكلو هيكسان كاربوكسيليك. شافرين دابا غادي يكون ساليت لي كا كاملين اللي كاينين في لي جروب مو فونكسيونيل، وبقى ليا واحد والاخر اللي هو ايثير دوكسيد، هو اللي غادي نساليو بيه هاد لي جروب مو فونكسيونيل، وغنكونو درنا كاع لي كا اللي كاينين في الجروب مو فونكسيونيل. ايثير دوكسيد شافرين، واخ ايثير دوكسيد هو او ار، هذا هو ايثير دوكسيد. بالنسبه لهذا هو ديما كيكون عباره عن سيبسيجيو، ما عمره ما غادي يكون في الشين برينسيبال، وديما كيسالي اوكسي، كدير لينيتي ستركتورال فوندامونتال ديال داك الجروب مول عفوا، وكتسالي باوكسي. شافين ديما كيسالي باوكسي. شنو هي هاد لينيتي ستركتورال؟ مثلا هنا هذا عندي هيكس، شنو هي لينيتي ستركتورال فوندامونتال ديالو؟ هي هاد هيكس. شافين دونك غادي تسمى هذا هيكس اوكسي. مثلا هنا عندي الا كان عندي ميتيل، شنو هي لينيتي ستركتورال ديال الميتيل؟ هي ميت، دونك غادي تسمى ميتوكسي. غنوريكم مثال باش تفهموا اكثر، نطبقوه على ارض الواقع. ناخذ مثلا هنا هاتش بن، عندي هاد او هنايا، عندي هنايا هاد. الله، دابا انت غادي تجي تجي لهنايا وغادي تشوف فين هي الطريق اللي طويله هنايا. دابا الا بغيت ناخذ انا نحدد الشين برينسيبال ديالها، شنو غادي ناخذ؟ ناخذ لاشين اللي فيها اش اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون. هاد الطريقه هادي شحال فيها؟ فيها جوج ديال لي كربون، وهادي شحال فيها؟ فيها واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك هادي اللي غادي تكون شين برانسيبال، وهذا غادي يكون سيبسيسيوم. متافقين؟ واخا تبع معايا، حيت شنو كتقول القاعدة؟ كتاخد السلسلة اللي فيها أكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون، هاد السلسلة اللي من وراءه فيها جوج ديال لي كربون، وهاد السلسلة اللي من وراءه فيها عاوتاني ربعة ديال لي كربون، هادي اللي فيها ربعة ديال لي كربون فيها أكبر من هادي، دونك هادي اللي غادي تكون شين برانسيبال، وهذا غادي يكون سيبسيسيوم. واخا بالنسبة لهذا اللي بقات لي سيبسيجيوم، شحال فيه من كربون؟ فيه جوج ديال لي كربون، دونك هذا اللي فيه جوج ديال لي كربون شنو كيتسمى؟ ايتش. ليك انا غناخد منه غا لونيتي ستركتورال فوندامونتال، شافين ايتش مادام لاصق فيه او دونك اوكسي، دونك غادي تسمى ايتوكسي. شافين؟ واخا دابا غنمشيو للترقيم، لانديس دو بليبا و جروب مو فونكسيون ما عنديش، لاندي سو بليبا ليزون ميتيبل ما عنديش، لاندي سو بليبا دوبل ليزون ما عنديش، لاندي سو بليبا سيبسيجيو، هذا سيبسيجيو. دونك كتقولي القاعده خاصو ياخذ اصغر حد. الا عطيت، الا بديت الترقيم من هنا بديت واحد من هنا هذا غادي ياخذ ربعه، ولا بديت الترقيم من هنا هذا غادي ياخذ واحد. ومن القاعده شنو كتقول ليه؟ ان هذا الجذر خاصو ياخذ اصغر انديس، دونك الترقيم غادي يكون من هذه الجهه واحد جوج ثلاثه اربعه. دونك هذا شو سميتو؟ هذا هو اش، هو واحد ايتوكسي. شحال عندي من كربون؟ ربع ايتوكسي بيوتان. شافقين؟ واخا ناخدو مثال باش نفهمو كتر هاد الكومبوزي. مثلا عندي هاد السيكل، جيت بغيت تسمي ليا هاد الكومبوزي، عندي سيتون وعندي هذا، هذا قلنا ديما كيكون جدر، ما عمره ما غيكون في الشين برينسيبال، دونك هذا غادي يكون جدر، هذا غادي يكون هو الجروب مو فونكسيونيل، ولا غادي يكون في الشين برينسيبال. دونك ناخذ لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال ساتوراسيون، ما عنديش لاشين اللي فيها اكبر عدد ديال الذرات ديال الكربون، دونك هي هادي. مزيان، دابا شنو غنقلب؟ لاندي سو بليبا و جروب مو فونكسيون، ها هو الجروب مو فونكسيون غادي ياخذ واحد. لاندي سو بليبا و ليزون ميتيبل ما عنديش، لاندي سو بليبا و دوبل ليزون ما عنديش، حيت دوبل ليزون ما عنديش هنايا، لاندي سو بليبا و سيبستيتيون. الا بديت من هاد الجهة دوبل غادي هاد السيبستيتيون غادي ياخذ ثلاثة، ولا بديت من هاد الجهة السيبستيتيون غادي ياخذ خمسة، والقاعدة كتقول لي بلي راه هاد الجدر خاصو ياخذ أصغر حد، دونك الترقيم غادي نبدا من هاد الجهة، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك شنو الاسم ديال هاد الكومبوزي؟ هذا هو ثلاثة. ولاحظ شحال من كربون فيه هنا؟ واحد، وهذا شنو هو؟ الميتيل. دونك انا ناخذ منه غالي نتي ستركتورال فوندامونتال ديالو اللي هي اش ميت، دونك غنكتب ثلاثة ميت باش كيسالي هذا اوكسي، دونك ميتوكسي، ونكتب الشين برينسيبال ديالي اللي هي سيكلو اش سيكلو هيكسان، ونسالي ندير حيد تيري. شحال جاد سيتون؟ هذا واحد، دونك واحد اون هيكسانو، هذا هو الاسم ديال هاد الكومبوزي. هادشي اللي كاين بالنسبه لي جروب مو فونكسيون، خدمنا تقريبا كاع الحالات اللي كاينين في الطابلو ديال لي جروب مو فونكسيون، سواء ملي كيكونوا في الشين برينسيبال ولا في الشين لينيير، عفوا سواء ملي كيكونوا في الشين سيكليك ولا الشين لينيير، ولا ملي كيكونوا عباره عن جذور.